بس احنا مش هنمشي هما يمشوا. مش هنمشي هما يمشوا. مش هنمشي هما يمشوا. ليه اتأخرت قوي يا خال؟ معلش يا ابني دي المعلمة. انت عارف المعلمة في لبنان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني معديه الـ80. معديه الـ80 ده هتلاقيها وليه كبيره بقى ومتسيغه وعماله تجر رجليها من كتر السيخه اللي لابساها. اوبا هي دي المعلمه. شبه ناديه الجندي. الجندي نفسه. الله الله ما شاء الله الله. هاي شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصلي كنت عايز اطلع اقول لك كلمه في ودني. مهضوم ده قعدت زينا ولا؟ طب انا اعمل ايه؟ اقعد؟ اقعد عادي؟ تروقتوا؟ احنا مستنيين حد يروقنا. ايه ده خال؟ دي جايبالنا كوز لانشو. لا ياض ده هو الحشيش بس صلاح وعبد الفتاح. حسس وقول النتيجة. عناية يا قليل الأدب. اعذرني يا خال أصلا أنا وسخ. تقولش على نفسك كده خالك أوسخ. عشان تبقى معلم تعرف الحتة من أول ما تمسكها بإيدك. تجيبها يمين تيجي معاك، تجيبها شمال تيجي معاك، لا مؤاخذة في الكلمة تسخنها تطرف ايدك. حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب، ما عادش في امان. الريحة والملمس لا يمكن يتضرب ابدا، مش كده يا قمر؟ اكيد يا خلاصي. حنة ولبان ذكر وقشر برتقان يا خال. مبروك عليك مسيو علي. مسيو ده هما اللي ميسي وربوني. بقول لك ايه يا قطه، في عندكم بلات؟ طبعا نحن اللي عندنا البلز. ايه ده يالا؟ ده حبوب هلواسه يا خال. اخرس، انا يمكن انزل البلد حاجه زي كده واضر بيها الشعب. انا وطني ثم انا اسمي السبيشياليست، تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوه اللي بنجيبها من طنطا، شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا سف دول. بس ديروا بالكم هيدول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنة، 6000 سنة حضارة، و1000 من عندي يبقى 7000. بس معلش الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. لما نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي انتو بكون شيء؟ مسيو علي انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا وقوم بينا عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا يلا. خايف ايه ده؟ انا خايف يا خير. احنا واقفين فوق جبل. الله احنا في مقطم ولا ايه؟ مقطم ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في المقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي بيتكتب تحت ده. قالوا ايه ولا عادوا ايه ولا عادوا ايه؟ نقدر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلام. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ اهو كده. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو. صحيح البيت اهو. لا 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 اهو. ايوه البيت اهو. البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم؟ عوم يا خال. هنعد من 1 لـ3 ونقفز. ايه؟ من 1 لـ3 ونقفز. نقفز؟ انت عارف تقفز؟ عيب يا ولد. عيب. ربنا يستر. ربنا يستر. واحد. واحد.
يا ابني. حاضر. عايز اروح اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي؟ اه يا بيتش باجي. بيتش باجي. بيتش اول الباجي. حريي 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 حريي. ايه ده؟ هاني تعالى تعالى تعالى. حريي هاني ايه وزرب انت ايه تعمل ايه هنا يا حبيبي؟ حريه حريه. بتقول ايه؟ بصراحه انا مش عارف بس ده كان شعار بيتقال في المظاهره. انت ايه بقى اللي بتنيله بالظبط؟ يعني انا سايبك على الطياره بتعمل برنامج خطوات الشيطان، اجي دلوقتي الاقيك واقف في مظاهره للجيز. مجموعه من الاخوه دول يعني كانوا رافضين زي حالاتي الفسق والفجور اللي بيدور جوه، فانتوا قلتوا تعملوا الفجور بره. طب ما تيجي تنضم معانا هتتبسط جدا. انت اتبسطت جدا. صباحيه مباركه. انا من الاول لما شفتك قلت لك انت ويل. ما بلاش شتيمه بقى وقله ادب يا هاني من ساعه الطياره. قله ادب ايه يا حبيبي؟ انت ماسك عالم ريمبو في ايدك وراسم لي ريمبو على دماغك. وماله الرينجو يعني يا هاني؟ في ايه الرينجو ده يعني؟ رينجو ريمبو. ريمبو؟ انت مش فاهمني. انت اللي مش فاهمني يا حبيبي. انت واقف في مظاهره للال جي بي تي. نعم هو ده اسم الجماعه. لا ده وصف للجماعه. لا ما هو انت شكلك فيه سوء تفاهم. يعني انت يا بيبو عايز تفهمني ان انت وقفت معاهم عشان اتطردت بس؟ نعم. بيبو طيب انت عارف يعني ايه جيز؟ لا توقعت. ماشي جيز يا حبيبي يعني شواذ. يعني انت بتفسر كلمه انجليزي بكلمه تانية انجليزي؟ ما انا مش فاهم. عجله. طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا هو داري؟ هو ده وقت غنى يا هاني. حبيبي انا بشرح لك. هاني قول لي كده في وشي على طول عشان انا مش فاهم بصراحه. طب لف تعالى. الف؟ اديني ودنك. انت خايف مني انا يعني وسايبهم هما؟ شواذ دول اللي هما قوم لوط. قوم لوط ليه تعمل على؟ انت ما شفتش عملوا فيا ايه؟ احكي لي. نهار اسود. ايه بقى يعني انت ما حسيتش باي حاجه يا بيبو ولا انت كنت بتستعبط؟ في لون يا هاني. معلش سوري يا بيبو على اللي حصل. سوري. طيب انت ليك في الكوره؟ هو ده وقت لعب كوره؟ لا نتفرج على ماتش. في ماتش مهم النهارده تعالى نتفرج عليه. بس اديني ربع ساعه اخلص تحكيم ونروح سوا. ماشي يلا يلا بيبو. ارمي بقى اللي في ايدك ده. ايه ده؟ ايه ده؟ قلت لك يا خال ما تفتحش الشراعه او الدبان دخل. ما احنا ما نعربيهاش للدبان ونقول ده قدر الرحمن. دخان انا ولعبت يا زهر. دخان واتبدلت اللي حاضر. وما خان مش قادر. وما خان انا مش عارف حاجات اللي بتحصل. انا تعبان فيه بشوف حاجات. ايه ده؟ اللي هيبدو التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده؟ يكونش تلفزيون مركزي؟ مركزي ايه؟ ايوه ايوه في لبنان بيبقى التلفزيون مركزي زي التكييف كده. والمصحف الشريف؟ ايوه هو بس. الله حاسس في حاجات بتتحدف الحالي بسرعه بالنضاره بتاعت 3 دي عشان لو في اي حاجه وقعت عليا ولا حاجه احاول اتفاداها لان بتلوش. ما جبناهاش من مصر ديت. انت ايش تبقى؟ اوبا ايه؟ تعالى جنب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك ده حمار. لا فيل الفيل الازرق كده. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سلامتك يا هاني. الله. بقول يا ابو صبا ايه؟ سيبنا لوحدنا شويه. مين سيبنا لوحدنا دول؟ سيبنا سمير وبعدين ابو صبا. مش احنا اتفقنا لما يجي حد ضيوف عندي خاله بتقوم تقول بالاذن انا؟ ايوه ده للضيوف لكن دي ثلاجه. ثلاجه ايه يا حمار؟ انت مش شايفها؟ الصاروخ اللي لابسه ازرق ده غمزت لي بعينيها. صاروخ ايه يا حاج؟ يلا اتحرك يا حاج. اتبسطت بخليت امك دي اهي؟ ماشي فيها خل. ايه مين اللي ماشي؟ تعبان. انا تعبان عايز افصل جنب. انا تعبان عايز افصل. ما تقلقش انا فصلت ذات نفسي وحسيت. معلش انا مالي انا راجل متخصص حشيش تشرب لي البلا الازرق ده ليه؟ وانت مش قد شربته ليه؟ انا مش شايف.
عايز افصل يا ابني انا تعبان. ما تقلقش يا خال انا هنزل اجيب لك شيبسي. ولا انا عايز شيتوس بالجبنه. اجيب لك شيتوس بالجبنه ده منين؟ إيه؟ عايز شيتوس بالجبنه. هجيب لك شيتوس بالجبنه. لا ده استنى انا خليني على قديم واحسن. انا عايز جبنه قديمه. ايوه وخل. أيوة. ورنجه. جبنه قديمه وخل ورنجه. بس بسرعه. انت عايزه بسرعه ولا عايزه بالجبنه؟ هات اتنين بسرعه واحد بالجبنه بس. حاضر. يخلص. حاضر. شفت؟ شفت ايه؟ شفت عينيها بتقفل ازاي؟ لا ما بتقفلش يا خالة، هي مفتوحه اهي. عينيها بتقفل. لا والله اهي اهي اهي. الحق عينيها بتقفل. لا اهي والله مثبتها لك. عينيها لو قفلت كده يبقى غلط. ما تقلقش هنفتحها تاني. غلط. عينيها بتقفل. عينيها بتقفل. عينيها بتقفل. ثبتها لك بسلوتيب. بدور على سلوتيب بس واثبتها. شوف شوف الظاهر عينيها بتقفل نص يوم. مش قادر. انا مش قادر. استريح انت. عينيها بتقفل. لا ما بتقفلش. استريح انت يا خالة. استريح. استريح. مش قادر. سبحان الله. بسرعه سمرا بسرعه. حاضر حاضر. استريح بس انت الغلطة. بسرعة سمرة مش هاد. تعبان تعبان تعبان. أرض العشارة ليها ليها. جيلو ده ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا عم هاني؟ هو ضيق فعلا بس ظريف. بقول لك ايه، شوف هتشرب ايه. ده منيو المشروبات. منيو المشروبات ده ولا صفحه الكبائر؟ حرام عليك، ده احنا في مخور. بس بقى بس بطل افوره لو سمحت. احنا هنا في لبنان، اي مكان في لبنان بيبقى فيه كحول. وبعدين متضايق قوي، اتفضل امشي وانا هتفرج على الماتش لوحدي. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ فاكرني هزعل منك؟ لا احنا مش صحاب عشان ازعل منك. مش هينفع امشي. مش هينفع ليه؟ انا لازم اخد الفلاشه. فلاشه ايه؟ انت سكرت من الاتموسفير. ايه ده؟ انت سكرانه ولا ايه؟ شبيك. انت مين؟ ايه ده؟ مدام ليزا اللذيذه؟ كانت معانا كتير. هات لي نهامكم، اخدتوا كتير بيلز. بس انا كويس، انا متعود على البيلز يعني. بس خالي خالي شبو خيلك. خالي صرفلت منه قوي في الاوضه. طب انت وين رايح هلا؟ انا رايح اجيب له رنجه. شو رنجه؟ بتاع الملاحه تظهر في شم النسيم. احنا ايه ده؟ دي حلوه البلز دي. قال انا قابلت مدام ليزا اللذيذه وبقول لها رايح اجيب رنجه لخالي. يا لاوي وطويط. لا ده احنا في لبنان. وتويت. يا لاوي صغير. وطويط. يا لاوي حتى اساقب اصلي. وتويت. السما مليان. السما ايه ده؟ السقف. السقف مليان وتويت. هي دي الرنجة لقيتها لك يا خال. الواد ده انا شفته في ايه ده؟ بيبو. مش ده اللي كان معانا على الطياره وكان معاه واحد قريبه كبير كده كان لابس ترينك سوت موف على اصفر؟ صح. لقيت لك الرنجة يا خال. خلاص حاجه بقى. عفوا عفوا ده يا شبه الاكواريوم. ما تسوق العربيه وانتوا فايقين، وانتوا لازم تسوقوا وانتوا سكرانين. بعتذر منك بس فيك تروح من هون يا عم. ايه الكلام اللي بينقط طمية ده؟ انا مش فاهم منك ولا كلمه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده شكله بيتخانق يا معلم. عبي لي 2 كيلو. 2 كيلو شو؟ عذاب شو؟ ايه بس اللي انت عايزني اتفرج عليه يا عم؟ انا عايز رنجه. عبي لي واديني. شكله بيتخانق صح. طب ايه ده؟ مصري زينا ما ينفعش نسكت كده. طب يلا نتفرج. انت بتبقى سلبي في حتت غريبه قوي يعني. تعال نتفرج. يلا عبيل 2 كيلو. بس ايه ده؟ ايه ده بقى؟ معلش في ايه؟ في ايه؟ الراجل الجرزون ده قال لي ادب قوي. معلش بس احنا ضيوف عندهم فمش هينفع يعني. بس احفظ شكله ولو شفته في مصر افتقه. لا يا عم مش عايز افتقه يا عم، انا مسامحه خلاص. يا شتيمه بتلزق. امال انت عايز ايه؟ انا مذبذب. احنا متاسفين لحضرتك بس يعني الولد زي ما حضرتك والعياذ بالله شايف سكران وليس على المريض حرج. مش الحال مش الحال. شكرا. يلا تعال 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 تعال. انت في ايه؟ ايه ده؟ تعال راح عليه يا عم. جدامني. معلش معلش. اسمك كريم ايه؟ انا اسمي سفير. نعم. سمير. بتشتغل ايه؟ انا ديلر. ديلر بمعنى ايه؟ ديلر بمعنى
تاجر مخدرات. عموما اتشرفنا بيك. مش ايه مش آه. اشكال مش اشكال طبعا. لا ما فيش حاجه ما فيش يا اخ اتفرج على الماتش. بنتفرج على الماتش. لازم استاذن الحاج يعني ابويا واقف بره. انت سايب ابوك بره؟ هو في الحوض. ابوك سايب الحمام كله قاعد في الحوض بيبلبط مع اصحابه في الحوض. حوض ايه؟ حوض السمك. هو قاعد في حوض السمك. ما احنا لسه جايين من حوض السمك. انت شفت حاجه؟ بس يا حبيبي انا فهمت ده واخد كيمياء وضارب حاجات مع بعض. مش انت ضارب؟ انا حاسس ان انا مش ضارب. انا بضرب. معلش انت كده وربنا يعدلها ان شاء الله. وبابا بيبلبط مع اصحابه ما تخافش يعني. مفيش حاجه. تفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. اتفضل. امسك نفسك يا سمير امسك نفسك. انا بحبك قوي. ميرسي يا حبيبي. بس على فكره الخمره هي اللي بتدي طاقه الحب دي. خطا. ان الخمره تذهب العقل. اذهب انت الى الجحيم. والله العظيم يا رب. اذا انت مين انت؟ انت الشيخ جاكسون ولا مين؟ جاكسون ايه بس؟ اسكت بقى. بص ازاي. تعدل نفسك. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا اخي. مش كنا رحنا عندي احسن؟ والله عندي عندك كل واحد. اتفضل رايح. لا انا هنزل انا بقى. لا ما يصحش ما يصحش. ازاي تنزل ده انت؟ نام جنب شويه. رايح وماشي مشوار طويل كده. اذنبوا الشياطين. اتفضل اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا لا ما تغطيناش في الحاله اللي احنا فيها دي. ما تغطيناش خالص. فعلا استغفر الله. طب ما تجيب الشنطه عينها لك. طيب لا شكرا شكرا. بيبو. ما فيش حاجه. معلش علق لي بس الشنطه دي عشان. ايوه ايوه طبعا طبعا يا استاذ هاني. اتفضل اتفضل على الرحب والساعه. اتفضل نام انت نام. استغفر الله العظيم. بس بقى بس اعوذ بالله. مزعج وهو صاحي ومزعج وهو نايم. اوف. سلام اخوان ام رب الرحيم. نعم. انت اللي حكيت مع الشيخ كريم؟ نعم أنا الذي تحدثت مع الشيخ كريم. وإيه الفلاشة؟ موجودة. تفضل. يلا لا تجنني بسرعة. وراي. سهلا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أهلا. اتفضلوا. الفلاشة. تمام. تمام. الحمد لله. ليه ما فيش جرجير؟ إيه ده؟ ارفع ايديك. لا مش هينفع ارفع ايدي. الفوطه هتقع. لك لا تجنني. اعمل لك ارفع ايديك. عم بقول لك الفوطه هتقع. ارفع ايدك. ماشي بس ما تزعل. ما بزعل. ما تزعل. ما بزعل. ايه الفوطه؟ ما فيش حاجه يا جماعه. نهدى نهدى. ما فيش حاجه حصلت. ما فيش حاجه. استغفر الله العظيم. مين هذا؟ ده صاحبي. واول ما عرف ان انتوا جايين يا شباب قال بس انا لازم انضم لك. ما قلت لك استناني لوحدك. ما حضرتك هو شبت فيا. كنت اسيبه يعني. وعلى فكره ده حلو قوي هيعجبك.